بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا شك أن الرجوع التركي في الدولة العباسية قد كانت له العديد من الإيجابيات والسلبيات، وعرف ظهور قادة أتراك تركوا بصمته في التاريخ العباسي الإسلامي، وسنتطرق في هذا الموضوع إلى واحد من هؤلاء القادة، والذي كانت له قصة غريبة اختلفت فيها المصادر التاريخية وآراء المؤرخين. وسنتطرق اليوم إلى القائد التركي اللامع حيدر ابن كاوس الملقب بالأفشين. فكيف بدأت قصة هذا القائد وكيف انتهت؟ بدأت قصة الأفشين التركي في بلاط الخلافة العباسية، حيث لمع اسمه كقائد عسكري قوي متمرس منذ عهد المأمون، وذلك لتصديه لتمرد قوي نشب في مصر شارك فيه الأقباط بسبب سوء سياسة الوالي على مصر في ذلك الوقت عيسى ابن منصور. وبهنكته استطاع الأفشين أن يخمد حركة الثورة في مصر باستثناء الإسكندرية، وقضى 8 أشهر في تتبعه سنة 216 هجري، حتى وصل المأمون بنفسه إلى مصر فقضى تماما على هذه الحركة. بعد وفاة المأمون صار الأفشين القائد الأعلى للجيش لدى الخليفة المعتصم، وبلغ غاية ما يبلغه قائد عسكري من الشهرة والقوة والنفوذ والمكانة، فتمكن من الانتصار في حربين كبيرتين من أهم معارك التاريخ العباسي والتاريخ الإسلامي كله. كانت الأولى هي القضاء على تمرد بابك الخرمي، وهو من أخطر التمردات التي واجهت الخلافة العباسية، والذي بلغ عدد ضحايا من المسلمين 250,000 مسلم. وكانت الثانية هي معركة فتح عمورية المشهورة، التي اقتحم فيها المعتصم مدينة عمورية وهزم جيش الإمبراطورية البيزنطية هزيمة قاسية. وكان كلا هذين النصرين في شهر رمضان المبارك، وهكذا فتحت الدنيا ذراعيا للأفشين، وصار من نصر إلى نصر، حتى وقعت حادثة خطيرة تمثلت في تمرد المازيار ابن قارن في طبرستان، وهنا وجب أن نسرد القصة باختصار. فأصلها أن جد المازيار اسمه وينداد هرمزد كان يحكم طبرستان في عهد الرشيد، ويلتزم بدفع مبلغ سنوي لوالي طبرستان، وكان ابنه قارن موجودا في بغداد كرهين عند الرشيد لضمان عدم التمرد والإخلال بدفع الأموال. وبعد هذا بسنين ساعد قارن ابن وينداد الخليفة المأمون في حروبه ضد الروم، حتى تمنى المأمون أن يدخل قارن في الإسلام، لكن بعد وفاة قارن تغلب زعيم قبلي على ملكه وانتزعه من ابنه المازيار، فلجأ المازيار إلى بغداد وساعدته الخلافة على استرجاع ملكه، والتمس منه المأمون أن يدخل في الإسلام، فأسلم وسمى نفسه محمد مولى أمير المؤمنين وتكنى بأبي الحسن. ولطبيعة هذا القرب بين المازيار والمأمون كان يرفض أن يدفع الأموال المقررة إلى نائب المشرق عبد الله بن طاهر، بل كان يرسلها مباشرة إلى الخليفة، لكنه لم يلبث كثيرا حتى أعلن العصيان على الخلافة سنة 218 هجري بعد تكتمات ومناورات، وارتد عن الإسلام واعتنق المزدكية. ولم يستطع المأمون مواجهة والقضاء على المازيار وتوفي في العام ذاته، فوقع ذلك على عاتق المعتصم. وكانت وفاة المأمون فرصة لاتساع ظلم وبطش المازيار وفساده، فامتنع عن إرسال الخراج وأخذ في اضطهاد المسلمين ممن هم تحت ولايته، حتى هرب كثير منهم من أرضه ولجأوا إلى خراسان، وأرسلوا إلى المعتصم يشكون إليه الحال المزرية التي وصلوا إليها، فأرسل إليهم يطمئنهم ويخبرهم أن عبد الله بن طاهر سيتولى هذا الأمر. وقد ذكر أن الإفشين كان يحب أن يتولى نيابة الشرق مكان عبد الله بن طاهر، وأنه هو من حرض المازيار على التمرد، متوقعا فشل عبد الله بن طاهر في التصدي له. ومن ثم يعهد الخليفة إليه بمواجهة هذه الثورة وبالولاية على المشرق. أرسل عبد الله بن طاهر المازيار، فكان رده عنيفا، إذ طالبه المازيار بدفع خراج عامين له. فبدأت خطة عبد الله بن طاهر في حربه، وكان يخطط لحصاره من 3 جهات بثلاثة جيوش، جيشان من خراسان أحدهما بقيادة عمه الحسن ابن الحسين لحصاره من ناحية جرجان، والثاني بقيادة حيان ابن جبل لحصاره من ناحية قوس، واستدعى جيشا من نائبي على بغداد إسحاق ابن إبراهيم، فأرسل جيشا يقوده محمد بن إسحاق الطائري.
فجرت بين هذه الجيوش وبين المازيار حروب طويلة مجهدة، استطاع فيها عبد الله بن طاهر أن يوقع بين المازيار وبين قادته ومنهم ابن أخيه، وانتهت الحرب إلى أسر المازيار وإرساله إلى ابن طاهر. وهناك اعترف المازيار بخطة كبيرة شاركه فيها القائد التركي الأفشين، تبدأ خيوطها بقتل المعتصم وأبنائه. وكان على عبد الله بن طاهر أن يحصل على رسائل الأفشين التي أرسلها إلى المازيار كدليل خيانة، ثم أرسله أسيرا إلى المعتصم. فوصل بغداد سنة 225 هجرية ومعه كثيرا من الغنائم النفيسة من الجواهر والذهب والثياب. وفي هذه الأثناء وقبل أن يصل المازيار أسيرا إلى الخليفة، كان نائب الأفشين في أذربيجان وهو من قرابته أيضا واسمه منكاجور، قد وجد أموالا كثيرة ونفائس كانت مكلوزة من تراث بابك الخرمي، فأغرته كثرتها فلم يخبر بها الخليفة. فوصل الخبر للمعتصم عن طريق أحد عيونه في المنطقة، فكتب الخليفة إلى منكاجور بهذا وأنكر أن يكون قد حدث، وعزم على قتل من أبلغ الخليفة لولا أنه هرب منه واحتمى بأهل أردبيل. ثم تأكد للمعتصم كذب منكاجور فأرسل إليه جيشا يقوده بغا الكبير، وهو قائد تركي كبير في جيش الخلافة العباسية، فقاتله حتى ألجأه إلى طلب الأمان، فعاد به إلى الخليفة سنة 225 هجرية. لما وصل المازيار أسيرا إلى المعتصم، أنكر عنده ما اعترف به لعبد الله بن طاهر من أن يكون الأفشين قد كتب إليه شيئا، وعاقبه المعتصم بالجلد 450 صوتا، فأقر بأن الأفشين كان يراسله ويحرضه على التمرد. ثم يتحمل المازيار ما نزل به من ضرب فمات فيه، ثم صلب إلى جوار جثة بابك الخرمي على جسر بغداد، وبذلك قتل المعتصم أهم قواده ورجاله. وتحقق المعتصم من خيانة الأفشين الذي لاحت حوله شبهات من عدة أمور، فهو يرسل أموالا جزيلة إلى معاقل أتراك فيما وراء النهر بغير علم الخليفة أو عماله، فوقع هذا في يد عبد الله بن طاهر والي خراسان الذي تعبر هذه الأموال على ولايته، وأبلغ المعتصم بهذا فأرسل إليه المعتصم أن يتابع مراقبة الأمر. ثم هذا الاعتراف الخطير الذي صرح به مازيار عند القبض عليه بأن الأفشين هو من كان يحرضه على الخروج فأمر بحبسه. ويبدو أن الأمور قد انقلبت رأسا على عقب، فقبل شهور كان الأفشين في أعظم مكانة لدى المعتصم، بل إن زواج ابنه الحسن ابن الأفشين سنة 224 هجرية تم في قصر المعتصم بسامراء، وكان المعتصم بنفسه يتفقد الحضور، وكانت توزع على الناس أطيب أنواع العطور الغالية فتدهن بألهة. أما بالنسبة لنهاية الأفشين، فبعدما تكشف من أمره أحس بالخطر وعزم على الهروب، ولم يكن بإمكانه أن يهرب شرقا، فلا شك أنه ساق في أيدي ولاة الخلافة في العراق وفارس وخراسان التي يتولاها خصمه عبد الله بن طاهر، وكان يريد الوصول إلى بلاد الترك فيما وراء النهر. لذلك كانت خطته العربة في النهر شمالا حتى بلاد الجزيرة الفراتية، ثم شمالا إلى أرمينيا، ثم شمالا إلى بلاد الخزر، ثم يدور من حول بحر قزوين حتى يصل إلى مراده في بلاد الترك، ثم يثير من هناك وبالاستعانة بالخزر تمرد الكبير الذي يدبر له. وكانت خطته أيضا هي إقامة وليمة للمعتصم وقادته وأن يضع لهم سما فيه، فإن لم يستجب المعتصم فحسبه هؤلاء القادة كي يتخلص منه. إلا أن أحد الأتراك أفضى بما يعلم إلى المعتصم، فدبر المعتصم حبسه في قصر الجوسق وبنى له سجنا مرتفعا سمي باللؤلؤ وعرف فيما بعد بسجن الأفشين. وفي الوقت ذاته أرسل المعتصم سريعا إلى عبد الله بن طاهر ليحتال حتى يحبس الحسن ابن الأفشين، وقد كان في بلاد ما وراء النهر قبل أن يصل إليه خبر أبيه. فتعاون عبد الله بن طاهر مع نوح بن أسد الساماني حتى خدعوه وقبضوا عليه وأرسلوا به إلى المعتصم في سامراء. وكعادة رجال السياسة إذا سقطوا تكشفت الكثير من أفعالها التي كانت خافية، وقيمت محاكمة الأفشين. كان قاضيها أحمد بن أبي داود المعتزلي، وممثل الاتهام هو الوزير محمد بن عبد الملك الزيات، وحضر نائب بغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب، وقد اتهم فيها بما يدل على بقائه على دين الفرس. أولا أنه غير مختتن، ثانيا أنه ضرب رجلين إماما ومؤذنا كل واحد 1000 صوت لأنهما هدم بيت أصنام واتخذاه مسجدا، ثالثا
أنه لديه كتاب كليل ودملة مصورا فيه الكفر ومحلى بالجواهر والذهب. رابعا، الأعاجم يكتبون في رسائلهم إليه: أنت إله الآلهة من العبيد، دون أن يعترض عليهم. خامسا، كان يكذب المازيار بأن يخرج على الطاعة وأنه في ضيق حتى ينصر دين المجوس الذي كان قديما ويظهر على دين العرب. سادسا، أنه كان يستطيب المنخنقة على المذبوحة. سابعا، أنه كان في كل يوم أربعاء يستدعي بشاة سوداء فيضربها بالسيف نصفين ويمشي بينهما ثم يأكلها، وهي عادة ماجوسية. وقد رد الأفشين على بعض هذه الاتهامات فقال بأنه لم يختتل لأنه كان يخاف الألم، ولم يبدو هذا مقنعا. فقال له الوزير: أنت تطعن بالرماح في الحروب ولا تخاف من طعنها وتخاف من قطع قلفة ببدنك؟ وبأنه إنما ورث كتاب كليل ودمنة الفارسي من آبائه، وبأن سكوت على تلقيب بالإله إنما لكي لا ينحط من نظر الأعاجم الذين كانوا يكاتبون آباءه وأجداده بهذا. وظل الأفشين محبوسا بعد العزة الكاملة والمكانة الرفيعة حتى مات في سجنه في شعبان سنة 226 هجرية. فأمر المعتصم فصلب ثم أحرق وذري رماده في دجلة وصدرت أمواله، فوجدوا في أملاكه أصناما مكللة بذهب وجواهر وكتبا في فضل دين المجوس وأشياء كثيرة كان يهتم به تدل على كفره وزندقته، وتحقق بسببها ما ذكر عنه من الانتماء إلى دين آباء المجوس. وهذه النهاية غير المتوقعة لقائد كبير في الدولة الإسلامية وثبوت انتمائه لغير إسلام جعلت بعض المؤرخين يشككون في كثير من أعماله، وقد ذهب بعضهم إلى أن من سيئاته أنه تثاقل في قتال بابك وأنه كان يضمر موافقته على ضلالاته، وهذا ما ساهم في تعاظم قوة بابك وتجرؤه على الدولة العباسية، وهو ما جعل المعتصم يصلب بجوار بابك الخرمي على جسر بغداد. كذلك هناك من رأى أن الأفشين إنما كان ضحية مؤامرات الحاسدين والوشاة على المكان التي وصل إليها ببطولته، وأنه لم يكن كافرا ولا منافقا، والله أعلم. وفي الأخير أتمنى أن ينال الموضوع إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.